السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. غالبا انا في نص الخروج الان، وما كنتش ناوي ان انا اصور الفيديو ده يعني، بس انا قلت ان انا اصور. عليكم السلام ورحمة الله. اي يعني شاب او ولد بيتفرج عليا على الفيديو ده، فالنصيحة دي ليك لو انت معاك اخوات بنات، يعني نصيحة حلوة ليك. ولو معاكش اخوات بنات انت خسران شوية، خسران شوية حنية يعني، ولكن المهم ممكن تعملها مع والدتك. معظمنا لا مش بيهتم يعني بأخته ووالدته في إن هو يتكلم معاهم أو يتناقش معاهم، مع إني جرب. والنصيحة دي ليك يعني، بتعلم نقول إحنا ماشيين عشان مش عارف أتكلم أنا وماشي. جرب حاجة تعملها يعني مع نفسك كده، في مرة روح لأختك أو لأم أو والدتك يعني، بس أختك أكتر يعني. أيوه، أم هتشوف الفيديو. أم أختك ووالدتك، بس أنا بتكلم عن الأخت يعني عموما. الحقيقة الفيديو أصلا للأخت، خدها كده في مرة مفاجأة كده. يلا بينا، احنا النهاردة خارجين كذا في مكان يعني. أنا طبعا خارج في الأقصر، فهبقى أحسن منك أيا كانت المحافظة بتاعتك يعني. أخرج كده معاها وجرب، والله مش بهزر. أقعد معاها وفضفضوا لبعضيكم مثلا. مش شرط على فكرة تروح مطاعم يعني، مش شرط تروح مطعم مثلا ولا تاكل ولا كده. أنا رحت. يعني مش شرط أنت تطلع بفلوس، ولكن جرب كده إنك تروح تطلع معاها وتفضفضوا مثلا، يعني هتلاقي في مشاعر غريبة. والله يعني أنا حسيت شعور إن الأرض مش نهاردة. مش عارف، أنا مش عارف أعبر حتى بالفيديو يعني، بس الفيديو عشان في مشاعر أنا مش عارف أتكلم. صح؟ نصيحة ليك يا عم الشاب، أنا عيدها من أول، لو معاك أخت بنت اخرج معاها. جرب كده انك تخرج معاها في مره وتمشوا. ممكن بالليل خالص، مش شرط مش شامع كده. في ناس بالليل يطلع الساعه 10 كده 12 ومش شايف مكان، يروح اي مكان، فاهم انت؟ عيش اي مغامره كده مع نفسك، واطلعوا فضفضوا لبعضيكم يعني. او لو انت مالكش علاقه كويسه باختك، حاول تمهد علاقه حلوه يعني. والله ما اعتقدش ان يعني ان انت علاقتك مش حلوه يعني، ولكن اطلع كده مهد وفضفض. صح ولا حاجه؟ الرأي بيقول صح. اطلع يعني فضفض كده معاها، هتلاقي فيه انتوا يعني، عارف انت، في اسرار اعتقد انت ما بحتش بيها لاختك، وانا مش هبحت لاختي، بس هي ممكن تبوح لك عشان هي طيبه وهبله يعني. بس والله تخلق مشاعر يعني من الفضفضه دي غريبه، مش عارف يعني. انا مش عارف اوصل لك الشعور، انا مره اعمل فيديو باحساس عشان ابقى او مش عارف اتكلم. دي اول حاجه، يا رب تكون حسيتها. دي اول حاجه. تاني حاجه ايه؟ مش عارف اشوف واقول لك يعني، انا ناسي الحاجات يعني. إذا انت بتتفرج وانت بتخرج مع واحده بتحبها مثلا، فده حرام. واعتقد ان الفيديو افضل تخرج مع اختك يعني، تتبادل شعور الحب هذا مع اختك. شعور حلال، تصرف فلوسك حلال، بتبقى راجل مسلم. صح؟ مش هينفع اقولها عشان في بنات بتشوف الفيديو، بس اعتقد المكان ده حلو. صح؟ انا في اماكن في الاقصر انا مش عارفها يا جدعان بجد. بصوا الحته دي، والله انا مش معتقد ازاي ممكن حد كان عامل علاقه مع يعني بيكلم بنت وهي مش حال، مش عارف دي ممكن تكون حاسه ازاي مع حد يعني. بس يا ريت لو شفت الفيديو ده تعرف اني مش هقول لك ما ترداش علاقتك، لا ماليش دعوه بالحوارات دي. حرام حرام. صح؟ حاسس الفيديو طالع من قلبي، مش عارف ليه، مش عارف، حاسس ان صح. الحاجه الثالثه، لو اختك مثلا انت قدمت لها الحاجات دي، فهي كده عشان حبتك او هتلاقي شعور حلو يعني، فهتعمل لك حاجات حلوه. فممكن تعمل لك مثلا طبق من البطاطس، طبق بطاطس يعني، تعمل لك اي حاجه في البيت يعني، بس تكون وحشه مثلا. انا مش بقول ان هي وحشه، بس ممكن تكون يعني مش لذيذه، عفشه يعني من الصعيد لو حد بيتفرج من الاقصر يعني، زي مش كويسه يعني. ما تقولش مش كويسه يا صاحبي، امدح. عليك وعلى الكذب، الكذب هنا حلال حبيبي المسلم، على عيني وراسي، بس الكذب هنا حلال يعني، اكذب براحتك يعني. بجد والله عشان هتتزاول لو ما كذبتش يعني، بس تتحنضل عليك القعده يعني. صح؟ في حاجه تانية؟ اكيد في حاجه تانية، بس احنا مش واخدين بالنا. حاجه برضو تانية، اديك واحد اكشن الاول بس، يا رب مقع. بسم الله الله اكبر، راك في الاكشن ده، يا رب اكون ظاهر في الفيديو. بس حاجه تانية، انك وانت بتتمشى مع اختك يعني، انت وبتتمشى مع اختك، هيجيلك شعور ان انا نفسي امشي مع ام عائشه. ده انا بقى، شوف انت مسمي مين بقى، حفصه ولا مين؟
بس انا ام عائشه يعني، ام عائشه اتكلم عن ام عائشه، حوار بيني وبين ام عائشه. ده بص المكان ده حلو، بصوا الفيديو لو النصايح خلصت، لان انا مش مجهز حاجه هوريكم لوكسور يعني. يا رب تكون شايفيني اصلا. نصيحه لاي حد يعني عايز السياحه، لوكسور افضل بلد في مصر للسياحه. تيجي تغض بصرك يعني، او تيجي بالليل زي كده حاسس نفسي في اسوان. حاجه تانية هضيفها انا محدش مملها لي خالص، وهي ايه بقى؟ يعني انت ساعات بتكون مثلا محتاج ان اختك تعمل لك حاجه مثلا في البيت، يعني مساعده، هي مش اكتر، هي مش ملزمه بيها، مش ماموره بيها في الاسلام، بس مساعده هيلب يعني. وهي ان مثلا انت تغسل لك هدومك، يعني تحضر لك اكل، حاجه مش ملزمه بيها، بس يعني بتجب عليك لو انت صعيدي، وهيلب لو انت راجل ايجيبتاوي يعني. مثلا تخيل ان انت طلبت منها تعمل لك، تغسل لك هدومك، تعمل لك اكله، وانت ما فيش مهد علاقه حلوه يعني، الحاجات ممكن مش هتتعمل لك اولا، ولو اتعملت لك ممكن غصب تستخدم العنف. طبعا انا عمري ما استخدمت العنف، نحن لا ندعو الى العنف ولا فاهم، بس لو انت ممهد يعني او مقدم علاقه طيبه هي هتتكسف ان هي تقول لك لا. وانا هنا مش قصدي هي ممكن مش قصدي حاجه والله يعني انت خرجتني النهارده عشان اغسل لك الهدوم. لما تطلب حاجه من اختك وانت علاقتك حلوه معاها هتعملها بنفس رضيها، غير لما انت تطلب حاجه منها وانت مش ممهد او مفيش علاقه، او العلاقه مش علاقه اخوه، يا اما مش هتعملها لك، يا اما تعملها غصب لو انت بتستخدم العنف يعني. مش زي ايه؟ استخدم العنف اللي انا مش بستخدمه. بما التعلل لا أهل ولا وطن ولا حبيب ولا جار ولا سكن، أريد من زمني ذا أن يبلغني ما ليس يبلغه من نفسه الزمن. أنا برمي في الزبالة بس قدام، أنا طول ما أنا ماشي على الكورنيش فبلم الحاجات اللي في الأرض وأحطها في البتاع ده، فأنا وماشي ببص معايا كنز، ببص الاختيارات، حاسس نفسي بحل بصمج أقسم بالإم سي كيو. الناس اللي في كلية وببصمك بس مش بتذاكر هتفهم. اه منبهر يا شباب والله، والله منبهر. شفت الحاجات دي؟ دي كنيسة دول ايه؟ دي جدا ده كافيه، ولكن يوجد به نساء متبرجات. طبعا يعني ايه؟ الاقصر اكيد ما فاهم انت يعني؟ اه يعني هتلاقي اغاني وتبرج حاجات كتير مش هتحبها لو انت راجل مسلم يعني. بس انت مش جاي عشان تعمل كده، انت جاي عشان يعني ايه تفسح اختك يعني، او والدتك او ام عائشه حسب يعني انت بتعمل ايه. والله يا جدعان ما اعرف ان لوكسور فيها الاماكن دي، بس دي انا عايز اصور فلوج في لوكسور جامد. تقريبا انا خلصت كل النصايح اللي ممكن اقدمها للفيديو يعني لاي شاب ممكن يعمل حاجه مع اخته. ما اعرفش ممكن اقول حاجه تانية ولا لا. الحاجه الوحيده اللي طبقتها ان انا عرفت اخرجها مثلا. الحاجة الوحيدة اللي أقدر أقولها إن يعني اعمل اللي تقدر عليه، تسمعها، تحاول تخرجها، اعملها خروجة مفاجأة مثلا. مش عارف، ما فيش حاجة في بالي تاني جاية، لأن مش مجهز للفيديو ده، ومش عايز مثلا أجهز حاجة لي، عايز أبقى كده طبيعي. أنا حتى في نص الخروجة أصلا قررت إن أنا إيه أصور حاجة زي كده عشان يعني حد يعملها، وهتفرح جدا. واصلا البنات يعني عبط يعني، على فكره بنات غلابه جدا والله، اي حاجه بتفرحهم. تخيل اي حاجه او ابسط حاجه بتفرحهم احنا مش بنعملها ليهم. وهنا بتكلم على بنات كاختك او امك او والدتك او حاجه زي كده يعني، امك او والدتك يعني، مش بنات اللي هو انت تحب بنت و اكيد فاهم جزء ده ما اقصدش على الكلام ده يعني، عشان الشيء ده حرام. ولو انت بتعمله اعتبر الفيديو ده رساله وفكك. ولو انت بنت بتسمعي، مع ان الفيديو ده المفروض للاولاد يعني، خلي عندك دم واعرف ان هو حرام اولا، تاني حاجه صله ابوك وامك فيك يعني، دي رساله مبطنه برضو يعني للاسف. فكر في دينك الاول، دي برضو رساله والله جت لوحديها. فكر في دينك الاول لو انت كنت بنت، وكوني مسلمه. ما انا مسلمه، انا انت فاكرني مش مسلمه؟ مالكش دعوه يا عم، كوني مسلمه وخلاص. ورسالتي برضو اخر رساله، مش هزود بعدها تاني، اي شاب كون صحابي، واي بنت كوني عائشه. عايزك تكون صحابي في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وانت كبنت مثلا كوني صحابيه. شوفي جربي مثلا نفسك تبقي زي ممثلات مثلا، مش عايز اذكر اسم ممثلات
عشان محدش يبحث عنهم يعني، محدش يشيل ذنب على خلاص. بس زي ما انت بتقتدي بممثله او بمغنيه او انت بفنان او انت اي حاجه من الناس، الحاجات اللي بتعملها، الحاجات الهبل اللي بتتعمل، ما اقصدش الناس هبله بس الحاجات اللي بيعملوها هي الهبل يعني في حد ذاته. فكك يعني، نصيحه مني، فكك وفوق من الغفله اللي انت فيها، وكون صحابي، وانت كوني كعائشه رضي الله عنها وارضاها، لان حرفيا احنا في نكسه دينيه غريبه يعني مش عارفين هنخرج منها ولا لا. حرب بتاعت اخواتنا لما دخلت في غزه والكلام ده فوجت عدد كبير من الناس وعرفتهم حاجات كتير، بس للاسف نصهم رجع تاني الحاله اللي هو كان فيها، والنص التاني ثابت الحمد لله رب العالمين، والنص اللي هو ما اتعظش اصلا لسه لحد الان ولا حياه لمن تنادي. فرساله برضو دي مبطنه يعني، انت مش داخل الفيديو عشانها بس انت سمعتها، وانا والله ما كنتش ناوي اقولها اصلا، كنت انا واقفل الفيديو هنا، بس هي اتقالت خلاص يعني. فبس كون صحابي وكوني كعائشه. الفيديو كده خلص، السلام عليكم، يلا بينا.